السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجميع يشاهد الأعمال ويشاهد الإنجازات ويشاهد التضحيات ويشاهد الأموال التي تنفق على المشروع، ولكن لا يوجد تجاوب من أكثر الناس أو من غالبية الناس. لا يوجد تبرعات ولا يوجد توريدات. على الجميع أن يشعروا بدورهم الوطني والأخلاقي، وكذلك البحث عن الأجر، لأن الفرص لا تتكرر، ولا أعتقد أنه يتكرر مشروع زي هذا يكون فيه أجر الصدقة الجارية إلى يوم الدين. لذلك اغتنموا الفرصة وضعوا أموالكم حيث يجب أن توضع. الجميع بإذن الله ننتظر منهم دعم سخي، وننتظر دعم يليق بأبناء وصاب خاصة، وبفاعلين الخير من جميع أنحاء العالم وأبناء وصاب بالكامل، تجار وغير تجار يعتبروا سفراء للمشروع، وكذلك الإخوة الذين في المجموعة بالكامل من أبناء اليمن ومن غير أبناء اليمن يعتبروا سفراء للمشروع ويبحثوا لنا عن تمويل للمشروع. المشروع مهدد بالتوقف لأنه مستحقات شهر 8 لم تسدد، ولا يوجد أرصدة بالصندوق لتسديد الالتزامات التي علينا لشهر 8، وكذلك لا يوجد لشراء ديزل، لا توجد أموال لشراء ديزل. أنتم سفراءنا عند أهل الخير من أبناء المنطقة، من غير أبناء المنطقة، من أي مكان بالعالم. أنتم ترجموا كلامي، ترجموا إلى فعل، إلى فعل وإلى ترجمة واضح. هذا المشروع أنتم تعلموا، وأنا تابع بموجب المجموعات وموجب الكلام وموجب اللي حصلوا بالخاص والعام هنا وهنا، انه اكثر من اربع فريق، فريق محب للمشروع ويريد المشروع ينجح من قلبه، وفريق ماسك في النص يستني الفشل يستني النجاح. النجاح المشروع قال نجحنا، انفشل قال فشلوا. وانت ماشي بالمطر. فريق اللي بعده يتمنى الفشل لكي يضحك، ماسك المطر لكي يضحك، ولا اقول قد يقول ها فشلتم، نحن هنا عن ظهر، لكن لن يقدروا ولن يقدروا يعملوا شيء. يعني حاجة بسيطة، لأنه هو محب لنفسه، ما يريد للآخرين. لو يحب للآخرين شنو قوة الله انتظر الفشل لكي يخلصه، ما نكون معاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم جميعا بكل خير وعافية، وجمعة مباركة على الجميع. نشكر الشيخ جهاد على تسديد تبرعه لوادي الزبيد 8 مليون ريال، نسأل الله أن يكتب كل ما قدمه في ميزان حسناته، وأن يضاعف له الأجر والحسنات، ويعوضه آلاف ما أنفق في هذا المشروع الخيري. وندعو الإخوة جميعا إلى أن يوردوا ما عليهم من تبرعات سابقة، وندعوهم إلى رفض المشروع بتبرعات جديدة. جميع الإخوة من أبناء المنطقة ومن غير أبناء المنطقة القادرين ندعوهم إلى التبرع والسداد. الله أجر الجميع. من الوالد الشيخ أحمد عبد المعطي 800,000 سداد تبرع في حمرة العبارات. الشيخ جاب والشيخ أحمد عبد المعطي قدوة في التبرع والتسديد، نسأل الله أن يكتب أجرهم. شكرنا وتقديرنا للشيخ أحمد عبد المعطي على تفاعله مع المشروع، وأيضا تبرعاته المستمرة لهذا المشروع الخيري، لأنه يعتبره أنه مشروعه
رغم انه من منطقه غير منطقتنا. نسال الله ان يضاعف له الاجر وان يحفظه ويحفظ امواله واولاده. هذا اللون الجديد الذي اصبح جاهزا مدقوق سابر فل الفل ما شاء الله. والفترة الصباحية طبعا كانت هنا عمال الكمبريش والديركتل بالتصفيات النهائية وعمل ديتشات في المنطقة المسمى سابقا منطقة مضواقة. كما تشاهدون هنا الديركتال في بداية الدائري الغربي فوق سوق المدينة. تم تفجير البرق الآن في رأس الشبكة ما شاء الله. أليس الإنسان منا يريد أن يعيش بدون حزن ولا خوف؟ لا بلى يريد لكن لا غير الصدقة. الصدقة تعيش بلا خوف ولا حزن. هذا السؤال خطأ. لا خوف ولا حزن. يا سلام. الصدقة يا شيخ تجعلك تعيش بلا خوف ولا حزن. يا سلام. في الدنيا والآخرة. يا سلام. الذين ينفقون أموالهم ليلا ونهارا سرا وسرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليك ولا حزن ما دمت أنت تنفق. لماذا؟ يا ابن آدم حديث القدسي يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. إذا جادت عليك الدنيا فجد بها على الناس طرا إنها تتقلب فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب. والله والله ثم والله إذا أردت تعرف محبة الله لك إذا استعملك في طاعته ووفقك إلى عمل صالح قبل أن تلقى